عودة فرقة إكسو القادمة رح تكون حماسية جدا مع خبر محزن للجميع وخاصة الإكسولز. فالعودة الجديدة لفرقة إكسو رح تكون بمفهوم حماسي وقوي للغاية، وعلى ما أعتقد بأنه لي ما رح يشارك في هالكامباك، لأنه قام منتج شركة SM Entertainment ببث على حسابه بالإنستغرام، وفي أثناء البث كان هناك عدد كبير من الإكسولز اللي قاموا بحضور هالبث، واستمروا بسؤال منتج SM Entertainment وهو مارز إنه يكشف عن عودة إكسو المنتظرة، وفعلا كشف عن شوية معلومات عن هالعودة. فذكر مارز في بثه أنه ألبوم إكسو القادم رح يكون حماسي وإدماني أكثر من أي ألبوم آخر، وأنه رح يكون ألبومه المفضل، وبالمناسبة مش بس لحالك. وأيضا في بث حساب مارز منتج أغاني إكسو اتكلم عن خبر سيء للغاية، فذكر في بثه أنه بشوك بمشاركة لي في ألبوم إكسو القادم، وقال أنه لي ما يزال يملك الكثير من الجداول المنفردة والمشاريع، خصوصا ألبومه الثالث. وفعلا إذا كانت عودة إكسو في سبتمبر فرح يكون جدا صعب عليه المشاركة، وإحنا بانتظار عمالقة الكيبوب إكسو والكامباك الجديدة.